لحقت هنا مع الحادثه وصلت طياره هنا شاله وعاون الحمايه المدنيه كانوا لحقوا وعاون تاع الدرك وعاون الجيش كانوا لحقوا هنايا. هضرت مع واحد المواطنين هنايا حكوا لي على الحادثه هذه. قالوا لي البيلوت اللي كان يسوق الله يرحمه قالوا لي كان ذكي، قالوا لي كان طرح على الطائره للسكن السكان وعاود دور هنايا وطاحت. الله يرحم الشهداء يرحمهم يوسع عليهم، سيتي دي زيكسيلون فوازان، ربي يرحمهم يوسع عليهم وان شاء الله متواهم الجنه. بو السلام عليكم خاوتي، والله غير كيماكم تشوفوا حادثه فاجعه صرات لنا هنايا، فاجعه بو الله يرحم الشهداء الابرار باسكو والله غير هذو يكتب اسماواتهم من ذهب. باسكو شوف بيلوت هذا مولادي عيش، هذا بيلوت نعرفوه صاحب جارنا فاني بيلوت نعرفوه مولادي عيش انسان طيب. شوف من قوه هو في السماء على شكل ان يموت ورحم الجيران وانقذ البلاد، ما حبش يطيح طياره عند الجيران داها للحصيده. شوفوا باللي صح هذو صح يخدموا الوطن وانا لله وانا اليه راجعون. خاوتنا نحن جزائريين رانا حسنا حزن، رانا حزنانين شرق غرب شمال الجزائر كلها والدول العربيه والاسلاميه على الفاجعه اللي صارت هذه، ما كناش ننتظروها. وحنا رانا متضامنين مع خاوتنا الجيش الشعبي الوطني وكاع المعمال الدرك الوطني الشرطه، وحنا جزائريين في وقت الشده رانا مع خاوتنا وندعو لهم بالرحمه ويصبر اهلهم ويصبر اماتهم وان شاء الله يدخلوا فسيح جنته، نعتبرهم شهداء عند الله. وهذه كاع ما كناش ننتظروا فيها، والشعب الجزائري كاع مضرور وان شاء الله رانا معاكم قلب وقالبا، وان لله وانا راجعون والله يرحمهم ويوسع عليهم وان شاء الله لله ما اعطى لله ما اخذ والله يصبر اهلهم من ذهب ان شاء الله. السبعه والناس هكا شفنا جوا 8 غير كي خرجنا من ليكول شفنا طاحت خبطت انا القوه تاعها سمعناها من بعيد، ثم شعلت ثم شعلت ثم تقلع الحمايه المدنيه وكذا الدخان يخرج منها. لحقت هنايا طاحت سمعنا الخبطه خرجنا نجري وطاحت، كنا هنا واقفين هنا ديجا كنا قاعدين واقفين حصيده وقدر الله ما شاء فعل.